اهلا بيكم في مامي فود. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض طبق في منتهى الجمال، سريع وخفيف وجميل جدا جدا، يناسب اللي عامل دايت واللي مش عامل دايت. يعني على فكره الاطفال هتحبه جدا جدا لان هو فيه عناصر غذائيه عاليه جدا، مشبع جدا للاطفال وللكبار. يلا بينا مع بعض نشوف طريقه التحضير ونشوف المقادير، وان شاء الله يا رب اكون ضيفه خفيفه على حضراتكم النهارده. يلا بينا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض مكرونه جميله جدا، تنفع دايت تنفع لغير الدايت، بس هي جميله جدا حقيقي. هتحسوا ان هي حاجه كده يعني بتحفزكم ان انتوا تعملوا كمان دايت لو انتوا مش عاملين دايت، لان هي حقيقي جميله جدا، فيها شويه عناصر غذائيه عاليه جدا، في الوقت نفسه مش بتتخن خالص لو اتبعنا الطريقه الصح في عملها. هي نوع من انواع المكرونات الايطالي. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا النهارده ايه. معايا النهارده مكرونه بصوص البيستو. صوص البيستو ده صوص ايطالي، بيتعمل بطريقه ظريفه جدا وممكن له بدائل. هنقول مع بعض الطريقه الاصليه الاساسيه وبعد كده هنقول البدائل بتاعته. الطريقه الاصليه الاساسيه بتاعت صوص البيستو عباره عن ريحان، ريحان اخضر طبعا فريش، بيتباع في السوبر ماركت الكبير. معايا كمان جبنه بارميجان، بتكون يعني ضربها كده عطشيها ضربه سريعه علشان تكون معايا ازاي مبشوره كده شويه، ممكن احطها في الكبه لو انا مش شاريها مبشوره، ممكن ابشرها في الكبه. كمان معايا كميه من اللوز، طبعا انا بشيل منه القشره بتاعته، بسخن ميه، بحط شويه اللوز بتوعي في قلب الميه بس يكون مغطيه بميه سخنه، وبعدين بسيب 10 دقايق كده. بعد شويه بقشر اللوز بتاعي، بتطلع القشره بتاعتي على طول، وبنزعه خلاص من الميه. تمام، ممكن ادخله الفرن عشان يعني يتجفف كده معايا شويه والرطوبه الموجوده فيه تخرج، وممكن استخدمه كده مفيش مشاكل خالص. معايا اي نوع مكرونه حضرتك حباها، انا بفضل نوع المكرونه الفرن او المكرونه القلم زي ما بيقولوا. معايا كميه من زيت الزيتون، دي الطريقه الصح ودي المقادير الصح. البدائل بقى، البدائل ممكن استخدم بدل زيت الزيتون استخدم زيت الذره او زيت العباد، بدل ما استخدم الريحان الاخضر الفريش ممكن استخدم النعناع، ممكن استخدم الكزبره او البقدونس. يعني كل حد حابب نوع معين من انواع الخضروات ممكن يستبدل الريحان بيه، لكن حقيقي طعمها بالطريقه الاصليه طبعا تحفه. بازيل الجبنه البرمجان ممكن تكون جبنه رومي، لكن الجبنه البرمجان يكون اظرف من الرومي في ايه، ان هي ما بتكونش حاده في طعمها زي طعم الرومي، ما بتكونش حاده او حادقه بمعنى اصح، يعني بيكون طعمها اهدى شويه من طعم الجبنه الرومي. تمام، لكن هي في جميع الاحوال جبنه برمجان او جبنه رومي الاثنين فيهم سعرات حراريه. لو احنا هنتكلم على السعرات الحراريه، المفروض ان احنا لو هنعمل المكرونه النوع ده للدايت ما احطش الجبنه الرومي او الجبنه البرمجان. تمام، اما بالنسبه لزيت الزيتون فطبعا احنا عارفين ان هو صحي 100%. كمان اللوز معايا صحي 100%، لان اللوز الزيوت بتاعته زيوت صحيه بدرجه 100%. تمام، بس بشرط ما نكترش في الطبق اللي هنعمله بصوص البيستو عن اكتر من 7 حبايات من اللوز. دي المقادير الصحيه اللي هي تناسب اي حد بيعمل دايت، من حقه ان ياخد في اليوم بمعدل 7 حبات فيما يعادل حفنه كده بايده، لو حط حبه لوز في ايده مقشرين ياخدوا حفنه ايد، يعادلها حفنه الايد دي 7 حبات من اللوز. تمام، اتفقنا على كده. يلا بينا دلوقتي، انا حاطه الميه بتاعتي على النار علشان تغلي، وابدا انزل بالمكرونه بتاعتي علشان اضمن المكرونه بتاعتي ما تتخنش وما تعمليش قلق. بالنسبه ليا لو انا بعمل دايت المفروض ان انا اخليها الدنت، بمعنى ان انا ما بسلقهاش بدرجه 100%، بخليها 75% سلق. ازاي 75% سلق؟ بيكون فيها لسه حته عقده بسيطه جدا ما بتستويش بدرجه 100%. طب هعرفها كده ازاي؟ هحطها على النار على مع الميه المغليه، هحط عليها رشه من الملح، وببدا انزل بالمكرونه بتاعتي واسيبها تاخد سوا على النار 7 دقائق، مش اكتر من 7 دقائق، وبنشيلها على طول، ما بحاولش ان انا اشطفها بميه خالص علشان افضل محتفظه بالقيمه الغذائيه العاليه بتاعت المكرونه، وعلشان كمان ما تمتصش ميه وتبقى استوت زياده عن اللزوم، لان اهم حاجه عشان المكرونه ما تتخنش اعملها سواها بنسبه 75% ما تتخنش. ومع ذلك ان شاء الله بعد ما اسلقها هقول لحضراتكم على تركه تانية علشان المكرونه ما تتخناش نعمل ايه تاني غير موضوع السوا. زي ما حضراتكم متعودين معايا ان انا بحاول استغل وقتي، ما بحاولش اعمل حاجه واستناها، يعني بحط حاجه على النار ببدا اعمل حاجه تانية. دلوقتي انا معايا الكبه بتاعتي، معايا الكبه بتاعتي، نزلت بكميه الريحان، هبدا انزل بكميه الجبنه البرمجان وكمان اللوز والزيت الزيتون اللي معايا، هضرب كله في الكبه بتاعتي او في دورق الخلاط مفيش مشاكل، لغايه اما كله يتمزج مع بعضه ويعمل مزيج كده يكون الى حد ما سائل
متماسك الى حد ما، وهو ده بيبقى الصوص بتاعي. يلا بينا هضرب في الكبه كل الكميات دي كلها ونرجع تاني بس عشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو. ودلوقتي بعد ما ضربت الصوص بتاعي، طبعا انا نسيت اقول لحضراتكم ان اللي حابب يحط ملح يضيف ملح مفيش مشاكل، بس انا ما بضيفش ملح، انا بكتفي بالجبنه والطعم الحادق بتاع الجبنه، بحاولش ان انا اضيف ملح زياده عن كده. تمام، اللي حابب يضيف مفيش مشاكل خالص، ده بيرجع للذوق الشخصي. تمام، وانا بضرب لو حسيت ان الصوص بتاعي تقيل وحاسه ان انا حابه ان انا اخففه، فبرجع احط في حدود معلقتين ثلاثه من الزيت بتاع، سواء بقى استخدمت زيت زيتون او زيت عباد، بزود حدود معلقتين ثلاثه كده من الزيت علشان يبقى الصوص بتاعي كده لحد ما قوامه بالشكل اللي حضرتك شايفاه. حابه تخففي عن كده بيرجع برده للذوق الشخصي. تمام، هبدأ بقى اروح اجيب المكرونه بتاعتي زي ما انا استوت على النار، نرجع تاني مع بعض نشوف بقيه الطبق مع بعض. ودلوقتي بعد المكرونه بتاعتي ما استوت 3 ارباع سوا لمدة 7 دقايق، نزلتها في مصفى على طول وما شطفتهاش زي ما قلت لحضراتكم عشان ما تكملش سوا في المية، علشان استفاد بكل العناصر الغذائية الموجودة فيها. اللي حابب بقى ان هو يعمل النوع ده دايت، ممكن ان هو اولا ما يزودش زيت الزيتون، ما يحطش الجبنة البرمجان او الجبنة الرومي. كمان في حاجة مهمة جدا، ما يزودش في الكمية اللي هياكلها، بمعنى ان تكون اقصى كمية ياكلها في حدود من 3/4 يعني لمج كامل او 3/4 مج، مش اكتر من كده. تمام، او فيما يعادل فنجان شاي، دي تبقى الوجبة بتاعته علشان ما تتأثرش اي حاجة في جسمه، وما يعني كمية المكرونة لو زادت عن كده مش هيبقى دايت طبعا خالص، لان من حقنا حتى لو بنعمل دايت من حقنا ان احنا ناخد عناصر غذائية كاملة، بمعنى ان انا اخد كل العناصر الغذائية بتاعتي من بروتينات، مواد دهنية، مواد نشوية، سواء كانت كمان يعني كربوهيدرات، عموما ان انا ادخلها في جسمي اثناء الدايت او اثناء الرجيم، ده شيء اساسي جدا، ما احرمش الجسم من اي حاجة من مكوناته الاساسية. اوكي، يبقى عشان تكون المكرونة بتاعتي اللي انا بعملها النهاردة دي نوع من انواع الدايت، المفروض ما ازودش في كمية زيت الزيتون، تكون بقدر معقول، بمعنى يعني محدود معلقتين زيت زيتون احطهم على الصوص بتاعي، او اعمل الصوص بتاعي معلقتين اتنين من زيت الزيتون، كمان اشيل الجبنة البرمجان او الجبنة الرومي، وكمان اشيل بس احط اللوز، ده مهم جدا لان كمية الدهون الموجودة في اللوز او نوع الدهون بتاعت اللوز دي مطلوبة جدا جدا ومهمة جدا للجسم. تمام، دلوقتي بقى هبدأ ان انا احط المكرونة بتاعتي في طبق التقديم علشان نشوف الشكل النهائي للطبق الجميل بتاعنا النهاردة. يلا بينا. ايه رأيكم بقى في طبق المكرونة بتاعنا النهاردة؟ تحفة وجميل جدا، سريع جدا، غني بعناصر غذائية عالية جدا، صحي جدا، لو اتبعنا كل كلمة احنا قلناها اثناء الفيديو هنلاقيه صحي جدا جدا معانا. طبق يعتبر يعني كامل متكامل، مفيش اي حاجة ممكن ان انا ازودها عليه، ان انا اكل جنبه طبق سلطة بسيط جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، اتمنى تكونوا ركزتوا في كل حاجة قلناها مع بعض، كل حاجة قلناها وكل بازيل قلناه، ان شاء الله يا رب تعملوا كده احسن مني وافضل مني بكتير. اللي عجبه الفيديو بتاعي يا ريت يعمل لايك ويعمل شير عشان اكبر عدد من الناس تشوفه، لو ما كنتيش مشتركه معايا في القناه يا ريتك تنوريني وتعملي سبسكرايب، وكمان تضغطي على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد باذن الله من فيديوهاتنا. كنت مبسوطه جدا النهارده معاكم، اتمنى تكونوا اتبسطتوا النهارده معايا، كان فيديو جميل جدا وسريع جدا. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.